السلام عليكم. بالنسبة لمجموعة النقاط اللي جاية كمراجعة على يونت 3، فهو بيقول لي هنا لو أنا عندي مقاومة، والمقاومة دي درجة الحرارة لما بتزيد فبتزود المقاومة، يا ترى الـ temperature coefficient اللي هو المعامل الحراري بتاعها هيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الفكرة كلها إن أنا عندي temperature coefficient دوت، لو كان درجة الحرارة بتزيد فتؤدي لزيادة المقاومة، يعني معنى كده ان ده بيكون positive temperature coefficient. يعني لو كان في زيادة في الاتنين، زيادة درجة الحرارة تؤدي لزيادة المقاومة، يبقى ده positive temperature coefficient. وزي ما انت شايف هنا كلمة increase موجودة في الاتنين، يبقى ده positive temperature coefficient. طيب ال negative temperature coefficient بقى بتلاقي درجة الحرارة تزيد، المقاومة بتقل. يعني هنا دلوقتي تلاقي الاتنين عكس بعض، الريزيستنس بتقل اما درجة الحرارة بتزيد، ده اللي هو النيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت. يبقى علشان نحفظها، البوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت بيكون زيادة في درجة الحرارة تؤدي لزيادة المقاومة، اما النيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت فالمفروض انه زيادة درجة الحرارة تؤدي لنقصان المقاومة. رقم 3 بيقول لي ان انا عندي 4 فاكتورز بتقلل او بتأثر، اسف، على المقاومة. الأربعة فاكتورز دول اللي هم نوع الماتيريال المصنوع منها، المقاومة، واللينث الخاص بالماتيريال، والكروس سيكشنال اريا، والتمبريتشر. التلات أو الأربع نقاط دول مفهومش كلمة كايند سيكنس، فلو بصيت هنا في الاختيارات اللي هي الـ A والـ B والـ C تلاقي كلمة سيكنس. الكلمة دي معناها إن التلاتة الأولانيين دول غلط. رقم 4 بيقول لي ان المقاومة اللي موجودة عندي بتتناسب عكسيا. انا عندي كلمتين، يا اما inversely يا اما directly. inversely يعني عكسيا، فمن النظر اللي موجود المفروض ان المقاومة بتتناسب عكسيا مع size of the conductor اللي هو حجم الموصل نفسه، او cross sectional area. رقم 5 بيقول لي ان المقاومة اللي موجودة عندي بتتناسب طرديا. طرديا يعني directly، يبقى يعني معنى كده انه ده يزيد ده يزيد. فبيقول لي هنا ان المقاومة بتتناسب طرديا مع طول اللينثة نفسه. خلي بالك هنا التناسب كان عكسي مع السايز يعني الحجم، انما هنا التناسب طردي مع اللينثة. بعد كده بيقول لي the basic four type، في اربع او اسف ثلاث انواع اساسية من المقاومات، حاجة اسمها الفيكسد قيمة ثابتة، حاجة اسمها variable، وفي النوع الاخير اللي هو التابد. ودي الرموز المناظر ليها، طبعا دي فيكسد ما بيكونش عليها اي حاجة، اما اللي هو عليها السهم دوت فالمفروض ان دي بيسموها فاريبل. التابد اللي هو ليها الرمز ده. يبقى انا عندي ثلاث انواع من المقاومة اللي هي الفيكسد والفاريبل والتابد، ودي الرموز المناظر ليها. نيجي بقى لمجموعة التمارين اللي هي على الكالر كود واستخراج قيمة مقاومة من الجدول. اول حاجة بيقول لي حدد لي قيمة المقاومة لو انا مديك الالوان ديت اللي هي اورنج وبعدين فايولت وبعدين ريد وسيلفر. طيب ناخد اول واحد اللي هو اورنج. الاورنج كان الاورنج كان يا سيدي الاورنج كان 3، يبقى المفروض ان احنا هنبدا ب 3 كده، وبعدين بعد كده كان اللون التاني اللي هو الفايولت اللي هو المفروض ان هو 7، يبقى نكتب كده 7، وبعدين الملتبلاير اللي هو الرقم الثالث او اللون الثالث اللي هو كان ريد، ادي الملتبلاير الريد كان 100، يبقى 3 7 مضروبه في 100. الريد كان فعلا 100. وبعدين عندي بعد كده اخر لون اللي هو التولرانس كان سيلفر، والسيلفر في اللون الرابع كان زائد وناقص 10%، يبقى إذا الناتج هيكون 37% زائد وناقص 10%. طيب 37% دي تطلع 3700، أما نحولها لكيلو يعني هنقسم على 1000، هتلاقيها تطلع كام؟ الصفرين دول يطيروا والصفرين دول يطيروا، نقسم 37 على 10 تبقى تديني 3.7 كيلو أوم زائد وناقص 10%. خلي بالك ان هنا فيه 3.7 كيلو اوم وفي هنا 3.7 كيلو اوم، لكن الفرق في التولرانس. التولرانس بتاعك كان هنا سيلفر، والسيلفر كان قيمته كام؟ كان 10% مش 5%.
التمرين اللي بعده نفس الأسلوب بالظبط، فبيقول لي حدد لي قيمة المقاومة. لو أنا عندي هنا جرين وبلو وجولد وسيلفر، هنعمل إيه؟ هنيجي هنا عايزين أول حاجة اللي هي الجرين، هنروح على الجدول جرين وبعدين بلو. الجرين يا سيدي كان 3 والبلو كان 6، يبقى المفروض إنها تكون 3 وبعدين 6 كده، مضروبة في المالتبلاير بتاعك. المالتبلاير بتاعي هنا كان الجولد، الجولد كرقم 3 كان قيمته كام؟ كان 1/10، يبقى 3/6 مضروبة في 1/10. وبعدين زائد وناقص التولرنس بتاعي اللي هو كان النسبة المئوية، النسبة المئوية هنا السيلفر اللي هي 10%. كانت كام؟ 10%. ثواني كده معلش، لأنه هنا جرين وبعدين بلو، الجرين كان 5 والبلو كان 6، يبقى المفروض إنها تكون 5/6 مضروبة في 1/10 زائد وناقص 10%، يبقى تديني كام؟ 5/6 في 1/10 اللي هي تطلع 5.6 أوم زائد وناقص 10%. ممكن لو أنت عايز تشيك على الإجابة بتاعتك بتستخدم موقع زي ده، اللي هي في مواقع زي دي جي ويكي دوت، خليني أصغرها لك الشاشة. الموقع دوت ممكن تكتب فيه حاجة اسمها اللي هي الريزيستنس كالر كود ريزيستنس كالكوليترز، هيديك الألوان ويديك القيمة النهائية لو أنت عايز تتأكد من شغلك. التمرين اللي بعده بيقول لي حدد لي برضو قيمة المقاومة لو أنت عندك فايلت وبعدين جرين وأورنج وجولد. طيب هنعمل ايه؟ هناخد اللي هو الفايلوت. الفايلوت في الاول كان قيمته 7 وبعدين التاني كان جرين، الجرين في التاني كان 5، يبقى المفروض ان انا يكون عندي القيمة كام؟ تبقى 7 وبعدين 5 وبعدين مضروبة في اللي هو المالتبلاير، 7 وبعدين 5 مضروبة في المالتبلاير. المالتبلاير هنا الأورنج اللي هو رقم 3، الأورنج يا سيدي كان 1000، يبقى 7/5 × 10 أس 3 اللي هي 1000، وبعدين زائد وناقص اللي هو التولرانس. التولرانس هنا كام؟ التولرانس هنا الجولد، والجولد في التولرانس كان 5%، يبقى المفروض انها تطلع 7/5 × 10 أس 3 زائد وناقص 5%. طبعا 7/5 × 10 أس 3 هنشيل الـ10 أس 3 دي ونخليها كيلو، يعني الناتج النهائي يطلع لي 75 كيلو أوم زائد وناقص 5%. التمارين اللي بعده كلها زي ما هي، يعني التمرين ده زيه بالظبط. تمرين رقم 14 للأسف أنا مش عارف، مش القيم أو الألوان اللي هو مديهاني مش موجودة في الرسمة. يعني مثلا لو احنا جينا نطبق القواعد بتاعتنا، هنقول هنا اللي هو الجولد، هنشوف هنا مثلا اللون الاولاني كان جولد، فلو انت رحت الجدول وشفت هنا اللون الاول جولد مفيش، طيب يعني اعمل ايه؟ صفر مثلا، خلينا نقول زيرو. طيب اللون التاني كان بلاك والتالت بلاك، يعني معنى كده اللون التاني بلاك زيرو، يعني انت شغال كده زيرو وبعدين زيرو وبعدين هتضرب في مالتبلاير. المالتبلاير بتاعك بكام بقى؟ ان شاء الله قال لك ان هو كمان بقى بلاك. طيب زيرو زيرو مضروب في 1 في 1 وبعدين زائد وناقص، زائد وناقص اللي هو التولرانس. التولرانس بتاعي بكام بقى ان شاء الله؟ اللي هو الريد. فين الريد؟ الريد اصلا مش مستخدم في التولرانس خالص، يعني معنى كده انا مش فاهم هتنحل التمرين ده ازاي، ممكن يكون في خطأ في الالوان نفسها. بكده انتهى اللي هو اليونت 3، معادنا إن شاء الله مع يونت 4، وربنا ييسرها بإذن واحد أحد. السلام عليكم.